السلام عليكم خوتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. قبل ما نبدا هذا الفيديو خوتي، رغم التعاليق الايجابيه في الفيديو اللي فات، شكرا لكم خوتي. المهم خوتي، فيديو اليوم راح ندير فيه كل اعدادات خوتي، من اعدادات الماوس، اعدادات المحاكي، اعدادات اللعبه، الحساسيه تاع اللعبه، كلش خوتي. دخلوا ساعه نجربوا الاعدادات في ديب الوحيد، التدريب بيكون فيها عباد بزاف وما تقدرش تحكم على الايم في التدريب. ندخلوا خوتي لديب الوحيد ونجربوا فيه الاعدادات، وراها خوتي راح نمد لكم اعدادات بالديتاي. ايوا هاي دخلتنا اللعبه كيما راكم تشوفوا. نحاولوا نستعرضوا الايم خاوتي. هي عندي ايم مليح في الديقل، عندي ايم في الديقل احسن من الشوتجن كيما راكم تشوفوا خاوتي. وان. وبالنسبه لهاد الاعدادات خاوتي، مام اللي عنده ماوس ما يطلعش فيها الدي بي اي تمشي له عادي. حاولت نحسن فيها الماكسيموم للناس اللي ما عندهمش ماوس فيها الدي بي اي خاوتي، ثم لقيت لكم اعدادات بلا دي بي اي تاع ماوس. نجربوها في شوتجن كيما راكم تشوفوا. وان طعم. وهذه هي خاوتي الاعدادات اللي راني نلعب بها حاليا واللي عجبتني ما بين الاعدادات كامل اللي راني نجربها. نجربوها في اليو ام بي. يو ام بي ام نار فول هيد كلش. نحي دراغون اوف ما نغلطش. وان طاب كوستور ديجل. وشوف هنا كيف يلعب. وعندي البينج شويه هنا، هذا خطير كما شفتو. اول هيد كيفاه يلعب. نقول له شجره. عماني 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 عماني. واخويا رانا داخلين نصوروا فيديو جلاد الخصم. هذا درك بنادم. شو من الاسم تعرف، من الاسم تعرف كلش. جلاد الخصم ارواح. جلاد الخصم ارواح. والاصفر. شوفوا خاوتي كيف راه تلعب مع خونا هذا برك بالاس ام جي. كيفاه كيف راه تبين الام. يا ربي هزلنا سلاح تاع اس، هزلنا اوم يا جدك. مغلوق في راسه. هاي علاش جبت وان طاب بالاوم ما هاكا دير. نخليه يقتلني ولا نقتلو جوله ويقتلني جوله باه نقدر نهز سلاح تاع اس ام جي. وزقلتو وان طاب. هاي وان طاب بالاوم وتجيب وان طاب. لا لا مش حساسية الاوم، ما عندهاش حساسية. هاد الاسلحة هادو اس ام جي في زوج. اليو ام بي قبيل ما لقيتش كيفاه نحكمو قد قد باه يبان الام. ام بي 40، ام بي 40 لعبت به رومات الام قوة. كلش هيك. يلا اضرب اضرب. شوف فول هيد كلش هيد. ايم خاوتي لاصق في الراس. المهم خاوتي شفت اللعب كيفاه كان، شفتوا الحساسيه. نروحوا خاوتي دروكا للبارت 2، واهم بارت هو يعني نعت لكم الحساسيه. اول حاجه الحساسيه تاع اللعبه وحساسيه المحاكي. ها هي خاوتي الحساسيه اللي مدايرها في اللعبه 25 15 والحجم تاع الايم 10، يعني تنقصوا للخ. وهادو لا فايسميه موك كل واحد يديرهم كيما يحب. هنا مداير جرافيك هذا خاوتي، هذا ثاني ما يهمش يعني على حساب البي سي تاعك. نروحو الأهم حاجة خاوتي وهي الحساسية تاع المحاكي. كيما راكم تشوفو هاهما البلايص اللي نلعب بيهم هنا. اللي يحب يهزهم كيما راكم تشوفو نسيسبند، نخرج الماوس بالتي وندخلها بطاب. هادو تاني ميهموش. الإكس خاوتي مداير 3 و الإكراك مداير 1.78، في التويكس مداير 16450، وفي الماوس أكسيليراسيون مداير فولس. المهم خاوتي داير لنا 777. هذه مهمه خاوتي تولوا، هذه راه مهمه بزاف كما شفتوا خاوتي. هذه هي الاعدادات. نروح خاوتي لثانيه هذه الاعدادات المحاكي. هادو نديرها في 1080 بي. هذه ندير 4 كور و4 في الرام. نوتيفيكاسيون قافل ما يهموش. هادو هما الاعدادات انقلوهم كيما راهم. هادو كي تولي طلاقه نطفو منا. ادفانس ندير ازيز روك زوج. هادو هما، هذه فعلها ثاني. المهم خاوتي نروحو دركا للحساسية تاع واه. نروحو حساسية الماوس، وهذه مهمة بالنسبة للناس اللي عندهم ماوس
ما فيهاش دي بي اي. الا ما درتش هذه راك ما تلعبش كيما كنت نلعب انا، كيما راكم تشوفوا لهنا في الكورسير سبيد خاوتي مداير 4، وهذه قداه، هذه 3 وهذه مفعله. وكيما تشوفوا هذه اللي انا نحسب لكم 1 2 3 4 5 6 7 في 7 خاوتي، وهذه في 3 وناحية تكون كوشية، هذه دي كوشية. غنروحو تاني لواحد البلاصة نكتبو كونترول بانل، ايوه كونترول بانل، نروحو لهنا خاوتي. وين شوف، تروح لهنا وتروح لهنا، لا مش لهنا، Always scan this section. ايوه لهنا خاوتي، تدخل الماوس تدخل هادي وهادو تنقصهم خلاص كامل، دير هادي هاك وهادي هاك. وهادي خاوتي سما، واللي عنده ماوس ماشي جيمر والله ما فيهاش دي بي اي ما يقيس والو، يخليها كيما راه ما يخربش لا في دي بي اي لا والو. بالنسبة للناس اللي عندهم ماوس فيه دي بي اي كيما راكم تشوفوا خاوتي، ديروه في 800 يعني في الاعدادات ديفولت. وفي دي بي اي تاع المحاكي خاوتي راني مداير 640، وخاصك تروتي المحاكي بيطلع لك الاف بي اس. الريجيديت اللي راني نستعملها خاصنا نكتبو ريجيديت، ايوا خاوتي بالنسبة للريجيديت راه هي الريجيديت اللي راني نستعمل فيها، ها هي الريجيديت. هادو اللي يتبعوا الفيديو تاع رومانسي راه على بالهم راني نستعمل في الريجيديت خاوتي تاع رومانسي، وهضرت مع خاوتي في انستغرام وهو مد لي الريجيديت تاعو. المهم خاوتي الا احتجتوا الريجيديت قولوا لي نزيد نحطها لكم في فيديو قادم. وكان هذا هو فيديو اليوم خاوتي، نتمنى تدعمونا اشتراك لايك. كان معكم ام ديس، تهلاو.